الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر، وقدر ولادته في شهر ربيع الأزهر، وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام خمدت نار المجوس ولم تخمد قبلها بألف عام، وغاضت مياه بحيرة ساوة، أي جفت، وارتجس إيوان كسرى ومال وانكسر، وفاقت أنواره النجم والقمر. أحمده سبحانه وتعالى حمد إنسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من ضيق المحشر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا وبلسم جراحنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم والسير على خطوى نبيه الكريم، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وهي خير زاد ليوم المعاد. فاتقوا الله في السر والعلانية. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعيش اليوم في نسمات خير وبركات ذكرى عظيمة، ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرم الخلق على الله، ذكرى ولادة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذا كان بذكر أحوال الصالحين تنزل الرحمات والبركات، فكيف بذكر أفضل الصالحين
وإمام المؤمنين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كم تحلو الألسن بالصلاة على رسول الله، كم تطيب النفوس عندما نتكلم عن هذا النبي العظيم. سيرته دروس وعبر، ولادته آيات عظام. حتى قبل ولادته أظهر الله تعالى من الآيات العظام ما يظهر شرف هذا النبي الكريم وعظيم قدره وعلو شأنه عند الله. يقول ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف: فإن إظهار محمد عليهم أعظم من إيجاد السماوات والأرض وإنبات الزرع وإنزال المطر. تلك النعمة العظيمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين، ربنا تبارك وتعالى يخبر هذه الأمة بأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي منة من الله علينا، نعمة من الله علينا. وأي نعمة! فالمسلمون في بقاع الأرض لما يحتفلون بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك إظهار الشكر لله، أي أنهم يشكرون الله على هذه النعمة العظيمة، فيقرؤون القرآن ويذكرون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وينشدون الأناشيد والأشعار في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأمور مما رغب الدين بها وحث الإسلام عليها. تلاوة القرآن، سرد أحاديث عن رسول الله، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال: قلها لا يفضل الله فاك. وهذه عبارة تقال وهي من نوع الدعاء بحفظ الأسنان، قال: قلها لا يفضض الله فاك. فقال العباس مادحا ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، إلى أن قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. العباس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو له. فأي ضرر وأي حرام وأي ممنوع في الشرع يمنع من اجتماع الناس لتلاوة القرآن ولذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولذكر القصائد والأشعار في مدح خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من هنا اتفقت الأمة من كافة المذاهب
في مشارق الأرض ومغاربها على أن الاحتفال بالمولد الشريف أمر حسن، من فعله بنية حسنة يثاب ويؤجر عليه. تعالوا إخوة الإيمان والإسلام نلخص بعض ما جاء في قصة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخبرت بذلك زوجي عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. قالت: ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة قد أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت قائلا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء وقال: أبشري يا آمنة فقد حملت بنبي المؤمنين وسيد المرسلين، فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي عبد الله فقال: قومي بنا إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيته وقصصت عليه المنام فقال: اسمعوا إخوة الإيمان والإسلام، ما تأويل المنام الذي رأته أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد الحبيب المصطفى؟ قال لها الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، وأما النجمة الفاخرة والتي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. قالت: فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض عبد الله ومات في المدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله. وهنا ضجت الملائكة إلى باريها سؤالاً لا اعتراضاً، وقالت: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيماً. وهنا اسمعوا إخوة الإيمان والإسلام،
كلام الله تعالى ليس حرفاً ولا صوتاً ولا لغةً، لأن هذا من صفات المخلوقين، ولكن جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الأزلي الذي ليس حرفاً ولا صوتاً ولا لغة، ويفهم منه الأوامر: قل لمحمد كذا، قل للملائكة كذا، فينفذ. يطلعهم جبريل على الأوامر. ضجت الملائكة إلى باريها وقالت: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما. فقال الله تعالى: أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير كل ذلك، وأنا على كل شيء قدير. آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبيها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. تقول آمنة: لما كان أول شهر من شهور شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا آدم. قلت: وما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. ثم توارد عليها الأنبياء شهرا بعد شهر. تقول آمنة: فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف، وهو بالعبادة موصوف، وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. قلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. قلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا. تقول آمنة: فلما كان شهر ربيع الأول، في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت: فبقيت في المنزل وحيدة، ثم سمعت حركة بين السماء والأرض، فإذا بملك عظيم وبيده 3 أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت: وفي تلك الساعة أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل، وبينما أنا ناظرة إلى ركن المنزل
إذ ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ فتقدمت الأولى وقالت: أنا مريم بنت عمران. والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم الخليل، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قالت: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي وأنا حيران، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سينزل إلى هذه الدنيا؟ كيف لا وقد روى السبكي وصححه أن الله تعالى قال لآدم: يا آدم لولا محمد لما خلقتك. خلق الله تعالى الدنيا إظهاراً لشرف محمد عليه الصلاة والسلام. تقول آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وقد اعتكر علي المنزل بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران. جاءت اللحظات الأخيرة لولادة أفضل خلق الله. تقول آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقاً شديداً كالمسك الأزفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي. فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأزفر. قالت: فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله، انزل يا حبيب الله. قالت: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمدا. المصطفى خير العوالم أحمد. يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا. ولد الحبيب وخدوه متورد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا جميل الوجه هذا الأوحد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. كيف نجازيك
وكيف نكافيك وقد اختارك الله تعالى على جميع الخلائق؟ إذا كان الله تعالى أثنى عليه في القرآن، ماذا بعد ثناء الله على حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مهما قال الإنسان فغاية كلامه التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا احتفلنا كل عام شاكرين الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة لما أعطينا النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره. لذلك احتفلوا إخوة الإيمان والإسلام بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تلتفتوا إلى كلام حاقد ومبغض على رسول الله، الذين لا يحبون الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفلوا وأخلصوا نياتكم، فإن الله يفيض عليكم من بركات هذه الذكرى الطيبة. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع المسلمين في العالم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Muslim brothers, it is the memory which we are waiting for. It is the memory of the birth of the best creation and the beloved one to Allah, our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked about fasting Monday, to which he said, "This is the day on which I was born and the day on which I was revealed as a prophet." So celebrating his birth and talking about the story of his birth, nursing, raising, his mode of life, his manners and traits, all of that increase the love of those who love Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and increase the longing of those who long for him. The night of his birth, Mawlid, is a great and honored night. Its enlightenment is obvious. It is a superb night. Its merits, goodness, and blessings were revealed in what had dazzled the minds and sights. Amina bint Wahb said, "When I delivered the Messenger of Allah, I saw him raising his head towards the sky and pointing with his finger. Jibreel then carried him, and the angels flew carrying him. Mikael then wrapped him with a white garment from paradise and gave him to Ridwan, the angel in charge of paradise, who fed him straight from his mouth to his mouth as the bird does to its young. I was looking at him and I saw that as if he was saying, 'Give me more.' Ridwan said to him, 'O you, the beloved one to Allah, you had enough, for every knowledge and wise patience that was given to every single prophet was given to you. The one who says what you say and follows your law, Sharia, will be assembled with you on the day of judgment.'" Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, may Allah raise his rank, was born with his eyes lined with kuhul, anointed with oil, joyful and circumcised. Amina bint Wahb said, "When I gave birth to the Messenger of Allah, he landed making prostration sujood to Allah subhanahu wa ta'ala." We learn many lessons from the occasion of the birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا همًّا وكربًا إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إننا فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا، اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا، وارزقنا رؤيته هذه الليلة على صورته الحقيقية، وكل ليلة وعند الممات يا رب العالمين، ولا تحرمنا من زيارته كل عام يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا الله، واجمعنا به في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.